ضربوه صاروخ، ايش سووا ايش عملوا؟ كلهم هاي الصغار ماتوا، الاطفال هاي كلياتهم صاروخ والدم على الارض ونازحين كثير، يعني مقصوده هذا تاعت اونروا. وين نروح؟ يعني وين نروح؟ ايش بدهم اياه؟ وين الشعب؟ وين الدول العربيه تيجي بجنبنا؟ ليش مسايبيننا زي هيك لما يموت كل الشعب؟ شو بدناش ولا اكل ولا بدنا شرب، احنا بدنا الامان، ولا وباء ولا دوله بس هيك ولا بخلينا بس القتل والموت والدمار، كل الاطفال والنساء تشردوا ولا ريت. وين نروح؟ هيني بدي اطلع، وين بدي اروح انا؟ امشي في الشوارع مش لاقي لي مأوى ثاني. كنا قاعدين بنعبي الميه، فجأة ما سمعنا الا صوت الهواية، طلعنا نجري، رميت الجلان الفيديو وطلعت اجري، بطلع حوالي لو في واحد ببيع برات، انا طفل استشهد واللي جنبه تصاور، في شهداء من قلب الغرفة وطلعنا شهداء من غرفة ثانية، الحمد لله. كل يطلع